اتفضل يا كابتن. انا بقول كنا في زياره للكابتن عمرو وكان لمجرد التهنئه، ما كانش فيه كلام عن تفاصيل اي حاجه ليها علاقه بالرياضه. تمام. غير كلام عام يعني عن عوده النشاط وكلام كده، فما تدخلناش في مساله السوبر بشكل معين. لكن لما سئلت عن مساله السوبر فقلت ده يعني احنا ما جالناش حاجه رسمي من اتحاد الكوره، مش عارفين ايه اللجنه اللي موجوده دلوقتي، مين اللجنه او الوضع، مين اللي هيمسك، لان طبعا كان في قرار من النادي ان احنا مش هنتعامل في المسابقات مع اللجنه السابقه. تمام. انا احنا عايزين نشوف مين اللجنه الحاليه في اتحاد الكوره. تمام. وبالتالي الموضوع هيتعرض على علينا في النادي الاهلي، ويبقى في قرار طبعا هيتدخل في مجلس الاداره بعوده النشاط مره اخرى بكيفيته، وايضا له علاقه بمباراه السوبر. الكلام ده لكل حادث حديث يعني دلوقتي، يعني لسه ما فيش حاجه خالص بخصوص هذا الموضوع. بالظبط كده، ما فيش حاجه، لان ما جبناش حاجه رسمي عشان احنا معلق عليها. تمام تمام. يعني اذا كل الكلام ده كله يعني ما اعتقدش ان كده يعني في حاجه من الصحه يعني. لا ما فيش يعني احنا يعني لا نؤكد ولا ننفي وجودنا في مباراه السوبر، لان احنا مش عارفين يعني خريطه الطريق بتاعت الرياضه المصريه في الكم يوم اللي جايه دي هتوصلنا لفين. لكن كابتن هادي، النادي الاهلي متحمس لعوده النشاط. يعني طبعا النادي الاهلي زيه زي بقيه الانديه الثانيه طبعا يهمه ان هو يلعب ويشارك في مسابقاته. تمام. واحنا بنشارك في المسابقه الافريقيه، فبالتالي احنا بنمارس نشاط بالفعل، بس طبعا النشاط الاصلي بتاعنا هي بطوله الدوري والبطولات المحليه، فدي يعني اكيد عايزين نشارك فيها. زي اي نادي. تمام تمام. كابتن هادي، هناك برضو تصريح ان وصل لك كمدير قطاع الكره بالنادي الاهلي، وصل لك عرضين، واحد لجونيور وواحد لجده. لا هو ما فيش حاجه جت عروض لجونيور. تمام. وجده ما كانش فيه حاجه ترتقي بالعرض يعني، او حاجه يمكن قديمه ولا حاجه. كلام يعني؟ لا. كلام، لكن ما فيش حاجه رسمي يعني. ما فيش حاجه رسمي لحاجه زي. تمام. طيب الكابتن هادي، بالنسبة لي يعني الوضع الحالي للنادي الأهلي، بالنسبة لي اللجنة تم تعيين الحاج عامر حسين، هو اللي هيدير الأمور لغاية ما يبقى فيه انتخابات ويجي مجلس يجي اتحاد كرة جديد يدير الكرة القدم المصرية الأربع سنوات. حتى هذا التوقيت انت لسه النادي الأهلي على مبدأه، ولا ممكن يكون هناك تغير؟ لا، هو مسألة المشاركة يعني في النشاط في ظل الوضع الحالي. ده قرار محمد، قرار مجلس إدارة النادي الأهلي. لا أستطيع أن يعني أتكلم في حاجة زي كده دلوقتي. تمام. ده قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، أكيد هيدرس القرار وأكيد هياخد رأينا برضو ككورة، وهنشوف الوضع هيمشي إزاي يعني. لكن أتصور أن لازم يبقى في استقرار في كل حاجة يعني. طبعا طبعا. لو لا استقرار أمني واستقرار نحافظ على حياة الناس، واستقرار ايضا في مساله اتحاد الكوره واللوائح والنظم والكلام والانتخابات بتاعت اتحاد الكوره. تمام. كل الكلام ده طبعا الاستقرار هيخلي الدنيا تبقى واضحه عند الجميع، وما يبقى في قرار بيتخذه النادي الاهلي بيبقى واخده وهو شايف الامور ماشيه صح. كابتن هادي، وصل لك عرض من احدى الشركات ان هم على استعداد لاقامه مباراه وديه دوليه للنادي الاهلي في اليابان مع احد فرق اليابان، وصل ده للنادي الاهلي فعلا ولا ده برضه مش لا يعني هو كلام ما بيننا وما بين يعني ناس في اليابان، كشركه في اليابان، وبيحاولوا يعملوا زي توأمه كده مع فرقه، بس دي خاصه بقطاع الناشئين مش بالفريق الاول. بقطاع الناشئين. للفرق الناشئين وكده، بس ما لم ترتقي للفريق الاول حتى الان يعني، فلسه بندرس الموضوع ونشوف يعني يعني كيفيه يعني عمل التأخي ده بيننا وبينهم يعني. اسالك سؤال يخص الكابتن هادي خشبه بقى. سؤالين مش سؤال واحد، سؤالين. السؤال الأول وهو أن كابتن هادي خشبة تم تعيينه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي مدير لقطاع كرة القدم. ليه ارتبط هذا الموضوع بموضوع اتجاهاتك السياسية؟ إيه دخل ده بده؟ لا أنا فاصل اتجاهاتي السياسية. أنا عارف أن حضرتك فاصل. النشاط الرياضي بتاعي. البعض فسرها كده، اتفسرت كده، يعني وجود كابتن هادي في المنصب ده فسر لاتجاهاته السياسية، ولأن الكابتن هادي أن الرئيس يعني من ضمن يعني خلينا موضوع جماعة الإخوان يعني، فالموضوع ده مواكب لده، وده طبعا أكيد ملوش علاقة بده تماما.
لا هو طبعا الموضوع مش كده خالص، واحنا دلوقتي في النادي الاهلي بندور على تطوير قطاع كرة القدم، بندور على ادارات تبقى فعالة تقدر وكوادر جديدة وبنعيد شكل الهيكلة كان من جديد، فعشان كده خدت فيها وقت شوية مع مجلس الإدارة. دي ملهاش علاقة بالقصة التانية، القصة التانية ملهاش علاقة حتى بالسياسة. يعني مبدأ ان انت راجل مواطن مصري بيبقى ليك دور في الثورة او ليك دور مع المجتمع بشكل عام، دي ملهاش علاقة بشغلك الخاص. يعني الربط ما بين الشغل الخاص كشغل رياضي وحياتك الخاصة تصور الربط فيها ربط خطأ، يعني ملوش علاقة دي حاجة غير يعني لكن طبعا لا سلامة من ألسنة الناس، ودي حاجة طبعا كل واحد حر يقول له عايز. بالظبط اكيد انا بقول لحضرتك، بس انا يعني هو للاسف انك لما تيجي تقرا تبص تلاقي الناس بترمي على الناحيه، ما اعرفش ايه اللي ربط دي بدي، انا مش عارف، وكان مثلا ان حضرتك ما كنت مش ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني كانه انك جيت من بره واتحطيت عشان كده، يعني فهي غريبه جدا يعني. يعني مره يقولوا ده هيتبروا عشان بيأيدوا الدكتور محمد مرسي، مره يقولوا دول لا دول ما يعني انتفعوا عشان يأيدوا الدكتور محمد مرسي. هو الموضوع يعني ولا كده ولا كده، ملوش علاقة خالص دي حاجة خاصة، ودي حاجة ليها علاقة بطبيعة العمل. احنا ما بنربطش ما بين النادي الاهلي، دايما بيفصل تماما بين السياسة والناحية السياسية والناحية الرياضية. طيب النادي الاهلي ككورة ورياضة بس، ما بندخلش في قصة في السياسة خالص. اكيد اكيد كابتن هادي خشبه، واتمنى ان شاء الله باذن الله يعني ترجعوا موفقين من غانا باذن الله تعالى، ومكسب تبقى عاديه حلوه لجمهور مصر، يعني نفرح ان شاء الله كلنا باذن الله فعلا مكسب ونفرح مصر فعلا. النادي الاهلي دلوقتي هو يعني البسمه الرياضيه يعني بعد خروج الفرق المنتخب وكده، ومنتخب الاولمبي والحاجات دي برضو بتؤثر سلبا على الجمهور. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يستكمل مسيرته بشكل جيد، ونتمنى برضو للنادي الزمالك ان هم يعني في امل ولو ضعيف بس يحاولوا برضو. هو امل، ولكن امل محتاجين هم ان الاهلي يدعم هذا الامل بان الاهلي يوقف تشيلسي وبعد كده يوقف مازيمبي عشان الزمالك لما يكسب يبقى الامور ماشيه كويس. يعني هم يخليهم بقى يا جدعان ويدعوا لنا كده وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله كابتن هادي اشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. ده كان لقاءنا مع كابتن هادي خشبه مدير